نشرة الظهيرة، أهلا بكم. البداية من أبرز العناوين. المجلس الوزاري للأمن الوطني يوجه بحماية المرشحين والناخبين وتوفير الحماية لأبراج الطاقة الكهربائية، ويوعز بمضاعفة الجهود لحماية العملية الانتخابية. محكمة جنايات الكرخي تصدر حكما بالإعدام بحق 13 إرهابيا ينتمون لعصابة داعش الإرهابية. مفوضية الانتخابات تقبل طعون عدد من المرشحين المستبعدين، ونحو 100 مرشح يقدمون طلبات للانسحاب من السباق الانتخابي. استقرار أسعار النفط ومصرف الرافدين يقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع المالية. أهلا بكم. ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظم اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني يوم أمس، وجرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن مناقشة القضايا والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. السيد الكاظم وجه القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود لتوفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين والمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة. كما وجه القائد العام قيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية بمعالجة استهدافات أبراج الطاقة الكهربائية وملاحقة الجماعات الإجرامية، وأكد أن الحكومة الحالية وصلت إلى مرحلة جيدة من إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة في عدد من المحافظات. وبشأن الأوضاع في قضاء الطارمية، أوعز القائد العام ببذل كل الجهود لتعزيز الأمن في القضاء ومعالجة الخروق الأمنية وحماية أهل القضاء من الجماعات الإرهابية. ونبقى في الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أبراج الطاقة، حيث أعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية توقف الخط الناقل إلى محافظة صلاح الدين بعد تعرضه إلى عمل تخريبي في محافظة كركوك. وذكر إعلام الشركة توقف الخط الناقل إلى الشمال السامراء نتيجة تعرضه لاستهدافه بعبوات نسيفة أدت إلى سقوط عدد من الأبراج بالقرب من ناحية الرشاد بكركوك، مشيرا إلى تضرر تجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظة صلاح الدين وتحديدا في مناطق الدور والبوعجيل ومنطقة العلمة. وفي الشأن الأمني، وضمن جهود مطاردة الجريمة المنظمة ومرتكبيها، تمكنت مديرية مكافحة إجرام الكرادة من تفكيك عدد من العصابات المختصة بالجريمة المنظمة بالمنطقة، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني الوصول إلى أغلب مرتكبي الجرائم الأخيرة في بغداد. قوات وزارة الداخلية متمثلة بأقسام ومديريات مكافحة الإجرام تنجح في ملاحقة عصابات الجريمة بمختلف أنواعها. مكافحة إجرام الكرادة تتمكن من إلقاء القبض على أكثر من عصابة ارتكبت جرائم السطو المسلح والسرقة والخطف والابتزاز المالي. الدعم والتوجيهات المستمرة من قبل السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والمتابعة الشخصية للسيد وزير الداخلية أثمرت عن الوصول إلى أغلب مرتكبي الجرائم، وخاصة الجرائم التي ارتكبت في الفترة الأخيرة، من خلال نشاط حيوي ومتميز لمديرية مكافحة إجرام بغداد. أوقات قياسية في الوصول إلى المرتكبي الجرائم وفك اللغز عن الكثير من الجرائم التي ارتكبت، ولذلك نرى النشاط المميز في مديرية جرائم الكرادة. على سبيل المثال، تم إلقاء القبض على عدد من العصابات المتخصصة في مجال السرقة والسطو المسلح والخطف. وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أشارت إلى أن ملف متابعة عصابات الجريمة يحظى باهتمام خاص، كونه يمس بأمن المواطن والمجتمع بشكل عام، مؤكدة أن أخطر العصابات الإجرامية تم إلقاء القبض عليها ومعاقبتها وفق القانون.
وكالة شؤون الشرطة وبتوجيه مباشر من قبل السيد وكيل وزارة شؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى كافة توابعنا من المديريات الاختصاصية وتحديدا مديرية إجرام بغداد بملاحقة ومتابعة كافة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة. هناك عدة جرائم تم القبض عليهم من خلال مفارزنا الأمنية متمثلة بالقتل والسرقة والابتزاز الإلكتروني وعدة جرائم أخرى. وتؤكد وزارة الداخلية أنها فعلت من جهدها الاستخباري والمعلوماتي ومن عنصر المراقبة والمتابعة لملاحقة عصابات الجريمة وإلقاء القبض على أفراد هذه العصابات. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. الله أكبر، الله أكبر.
مضاعفة الجهود لحماية العملية الانتخابية. في الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أبراج الطاقة، حيث أعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية توقف الخط الناقل إلى محافظة صلاح الدين بعد تعرضه إلى عمل تخريبي في محافظة كركوك. وذكر إعلام الشركة توقف الخط الناقل إلى شمال سامراء نتيجة تعرضه لاستهدافه بعبوات ناسفة أدت إلى سقوط عدد من الأبراج بالقرب من ناحية الرشاد بكركوك، مشيرا إلى تضرر تجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظة صلاح الدين وتحديدا في مناطق الدور والبوعجيل ومنطقة العلم. وللحديث عن تداعيات تفجير أبراج الطاقة الناقلة إلى محافظة صلاح الدين ينضم إلينا مباشرة مراسلنا عمر العزاوي. أهلا عمر، ما هي أبرز المناطق التي تأثرت شمال سامراء جراء هذا العمل التخريبي؟ تفضل. يعني منذ يوم أمس بوقت متأخر من يوم أمس تعرضت عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية بمحافظة كركوك إلى عمل إرهابي أدى إلى سقوط 3 أبراج بمنطقة كركوك، وبالتحديد أبراج 167 166 164 أدى إلى سقوط هذه الأبراج، مما أدى إلى ضعف بعملية تجهيز التيار الكهربائي إلى محافظة صلاح الدين. الأقضية التي تعرضت بالدرجة الأساس، أيضا هناك عمل تخريبي آخر بمنطقة الطارمية أدى إلى ضعف تجهيز التيار الكهربائي بمناطق جنوب محافظة صلاح الدين وبالتحديد أقضية بلد والدجيل ومناطق الإسحاقي. هذا الأعمال الإرهابية أدت إلى ضعف التجهيز على مستوى محافظة صلاح الدين، تضرر أقضية العلم، مدينة تكريت، مناطق شرق تكريت وقضاء الدور، بالإضافة إلى تضرر أقضية بلد والدجيل من هذه الأعمال. طيب، هل بدأت ملاكات وزارة الكهرباء بإصلاح تلك الأبراج وهذا العمل التخريبي، نتائج العمل التخريبي؟ يعني شرعت منذ ساعات الصباح الأولى فرق دائرة توزيع كهرباء صلاح الدين بالإضافة إلى فرق شركة نقل الطاقة الشمالية بعمليات الإصلاح لهذه الأبراج التي تعرضت للتدمير من خلال إعادة تأهيل هذه الأبراج ونصبها من جديد، طبعا بالاشتراك مع قيادات العمليات هنا وشرطة نقل الطاقة الكهربائية التي أمنت يعني أماكن هذه الأبراج باعتبار أنه هذه الأبراج تقع بمناطق غير مأهولة للسكان أو مناطق وعرة من محافظة كركوك إلى محافظة صلاح الدين، بالإضافة لأنه هذه المناطق تقع يعني بالمناطق الحدودية بين محافظة كركوك وصلاح الدين، بالتالي شرعت هذه الفرق الهندسية بإصلاح هذه الأبراج التي تعرضت للتدمير، وننتظر بالساعات المقبلة بإصلاح هذه الأبراج. شكرا عمر العزاوي مراسل العراقي الإخباري، كنت معنا من صلاح الدين. محافظ نينوى نجم الجبوري أكد جدية الحكومة الاتحادية في تطبيق اتفاق سنجار. الجبوري خلال استضافته في برنامج المحايد الذي عرض يوم أمس قال إن مراحل اتفاق سنجار تتضمن تشكيل لواء من الشرطة مخصص لأبناء الأيزاديين وقسم منه من العشائر، مبينا أن مهمة اللواء تكون في داخل القضاء. بالنسبة لاتفاق سنجار يتضمن عدة مراحل، الحكومة المركزية جادة بتطبيقه. المراحل مالته من أهم المراحل لتطبيق اتفاق سنجار هو تشكيل لواء من الشرطة. هذا اللواء يكون من أبناء الأيزيديين، ويمكن نسبة 20% للعشائر القريبة من سنجار. بعد هذا الإدارة جديدة محلية ترجع إلى سنجار. هذه من أهم البنود، وطبعا من يتكون هذا اللواء راح يكون هو فقط داخل المدن، يعني داخل سنجار، داخل مركز ناحية الشمال، القحطانية، الجيش، وكل التنظيم، التنظيمات العسكرية، حشود تكون خارج المدن، فقط الشرطة المحلية. طيب، طبعا احنا حاليا عندنا افواج من الشرطة المحلية واكثرهم من اهل اليزيديين.
أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق خلال زيارتها إلى واشنطن إعداد خطة كاملة لإنهاء ملف النازحين وإعادة تأهيل عائلات مخيم الهول، فضلا عن صرف مبالغ تعويضية لأهالي مخيم جدع للعودة إلى مناطقهم الأصلية. الحكومة الحالية التي تبنت هذا الملف بشكل جدي كبير لإنهاء ملف النزوح والعودة الطوعية وآمنة ومستدامة لكل القاطنين في المخيمات إلى مناطق سكناهم الأصلية، من بعد أن تم شرح مفصل للخطة الوطنية وكذلك خطة الطوارئ للوزارة وكذلك أيضا الجهات المعنية من الأجهزة الأمنية بدعم إنهاء هذا الملف. مخيم الموصل اللي هو جدعة 5 ما زالت منازلهم مدمرة بالكامل. ملف التعويضات حقيقة الآن بدأ يتفعل بعد إقرار الموازنة، لهذا السبب هذا سيسهل عملية إغلاق هذا المخيم من خلال صرف لهم مبالغ تعويضية. في التجاوزات التركية على الأراضي العراقية، استهدف الطيران الحربي التركي بست ضربات جوية قضاء العمادية شمال محافظة دهوكا. وذكر مصدر أمني أن القصف استهدف عدة قرى في ناحية ديروك بقضاء العمادية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد معلومات بعد عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار نتيجة هذا القصف. وكثفت تركيا في الآونة الأخيرة غاراتها في الإقليم بذريعة تواجد حزب العمال الكردستاني. إذا مشاهدينا، للحديث عن استمرار القصف التركي في محافظة دهوكا ينضم إلينا مباشرة مراسلنا سمير سلوكة. أهلا سمير، بداية حدثنا عن القصف التركي الجديد الذي طال قرى في قضاء العمادية، هل هذه القرى سكنية؟ ما حجم الخسائر نتيجة هذا القصف؟ شكرا جزيلا. قبل قليل تعرض جبل مز وهو من ضمن سلسلة جبال قارث في قضاء العمادية إلى قصف جوي عنيف من الطائرات المروحية التركية. حقيقة بحسب المعلومات لا توجد خسائر بشرية والحمد لله، لكن هناك خسائر في موضوع احتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، أيضا القرى الحدودية في ناحيتي دركار وأيضا باطوفة ضمن قضاء زاخو تعرضت إلى عمليات قصف مدفعي من قبل المدفعية التركية خلال الساعات الماضية وخاصة خلال ساعات الليل. حقيقة هذه العمليات العسكرية التركية مستمرة منذ ما يقارب من 60 يوم في إطار عملية عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية. بحسب المعلومات هناك أكثر من 7000 دونم من الأراضي الزراعية احترقت، هناك ما يقارب من 46 قرية ضمن ناحيتي دركار وباطوفة حقيقة مهجرة تماما بسبب استمرار القصف التركي على هذه المناطق. نعم. طيب سمير، هل من إجراءات تفرضها القوات التركية المتواجدة في الأراضي العراقية، هل هناك عملية توسعة للقواعد التركية داخل الأراضي العراقية؟ نعم هذا صحيح. بحسب المعلومات التي حصلنا عليها قبل يومين، هناك أيضا تواغل تركي داخل الأراضي العراقية وخاصة ضمن ناحيتي دركار وباطوفة. هناك ما يقارب من 16 موقع عسكري جديد، يعني ربايع أو نقاط عسكرية شكلتها القوات التركية. هذه القوات حقيقة بدأت تقترب من مراكز القرى المأهولة بالسكان. قبل أشهر كنا نتحدث عن عمليات عسكرية تركية في المرتفعات الجبلية في خامتير في شاقولي، لكن الآن نتحدث عن قوات تركية تتواغل داخل القرى السكنية القريبة من ناحيتي دركار وأيضا في باطوفة. هناك قوات تركية، هناك حقيقة نقاط عسكرية تركية تم إنشائها خلال العمليات العسكرية الأخيرة تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة. أيضا هناك حقيقة تواغل تركي في مناطق زناركيستا في دشيش في هرور قبل أيام، يعني أعلناها بصراحة. هناك قوات تركية دخلت إلى قرية هرور وحذرت المواطنين من الخروج خلال ساعات الليل، أيضا طلبت منهم عدم الاقتراب من المواقع العسكرية التركية القريبة من هذه المناطق وعدم السماح لعناصر حزب العمال الكردي التركي من الاقتراب في هذه المناطق. العمليات العسكرية مستمرة وأيضا هناك قصف جوي ومدفعي على العديد من المناطق الحدودية وخاصة في العمادية وأيضا في دركار وباطوفة ضمن قضاء زاخو. نعم. طيب إذا شكرا جزيلا لك مراسل العراقية الأخبارية سمير سلوكا، كنت معنا مباشرة من دهوكا. محكمة جناية الكرخ تصدر حكما بالإعدام بحق 13 إرهابيا ينتمون لعصابات داعش الإرهابية.
مفوضية الانتخابات تقبل طعون عدد من المرشحين المستبعدين ونحو 100 مرشح يقدمون طلبات للانسحاب من السباق الانتخابي. استقرار أسعار النفط ومصرف الرافدين يقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع المالية. ملفنا التالي بدايته من الأحكام القضائية الصادرة بحق عناصر داعش الإرهابي، حيث أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالإعدام بحق 13 مدانا بجريمة انتمائهم إلى عصابات داعش. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن الإرهابيين اعترفوا بعزمهم على القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من عام 2019، وأشار البيان إلى أن المحكمة اطلعت على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى أسلحة وهويات وأقتام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم. وفي شأن آخر، قدمت مجموعة من عائلات الشهداء في ذي قرى اعتذارا إلى القضاء عن التجاوزات التي حصلت أثناء مقابلة رئيس محكمة استئناف ذي قار لمجموعة من ممثلي عائلات الشهداء والمتظاهرين. وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان سعيه الحثيث بالتعاون مع الجهات التحقيقية التابعة إلى السلطة التنفيذية للكشف عن مرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها وأطرافها وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم وفق القانون. في ذي قار أيضا أغلق متظاهرون مبنى ديوان المحافظة بحرق الإطارات أمام المبنى. وقال مراسل العراقية الإخبارية أن خريجي كليات الهندسة والإدارة والاقتصاد نظموا احتجاجات غاضبة أغلقوا خلالها ديوان محافظة ذي قار وشارع الإمام علي بالإطارات المشتعلة للمطالبة بالتعيين. احنا معتصمين المنشآت النفطية، صار لنا سنتين معتصمين ولحد الآن كل شيء ماكو، يعني يقبلون هسه بالحار، حار وبرد وكل شيء، حتى رحنا للمصفى حتى حياية طلعت، أنواع الحشرات تطلع عنا، ليش هيك يعني ما حد يباع لحالنا، ما حد يشوفني، يقول بنات عيب قاعدات بالشارع، نطالب بالتعيين، احنا قالوا لنا أنتم استثناء لكم وهسه كل شيء ماكو، لا استثناء ولا شيء. احنا معتصمين منذ سنة وتقريب ونص أمام الشركات النفطية. مقابل الشركة ما حد طلعنا، مقابل المصفى ما حد طلعنا، مقابل التوزيع ما حد طلعنا، فاضطرينا نجي ديوان المحافظة نرجو من السيد أي جهة معنية، أي جهة تدعمنا أثناء النواب، أثناء أي واحد تكون ينظر لقضيتنا. صار لنا سنتين على هاي الوضعية متحملين حر وبرد ومصرف، إحنا من أقضية ونواحي ومختلف الأقضية، يعني مصرفنا والله العظيم يا دوب يكفينا نجيبه لهنا، أنا أعيب مصرف مال عائلتي وجهالي أجيبه أشمره هنا، الله وكيلك والله العظيم حارمهم من العلاقة وجايبه أشمره هنا المصرف مالتي، وما حد يحس بيك ولا واحد يقول لك شنو أنت. وحول التظاهرات الجارية في ذي قار ينضم معنا مباشرة من هناك مراسلنا علي حسن. أهلا علي، هل ما زال مبنى ديوان محافظة ذي قار مغلق من قبل المتظاهرين الخريجين المطالبين بالتعيين؟ تفضل. نعم، في يومهم السابع خريجي ومعتصمي كل المنشآت النفطية من معاهد التقنية وكذلك الكليات الهندسة وكذلك الإدارة والاقتصاد يغلقون مبنى ديوان محافظة ذي قار حتى اللحظة، ومستمرين في عمليات التصعيد وكذلك إغلاق ممري الطريق الاستراتيجي ما يسمى شارع الإمام علي عليه السلام أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار من جهتيه، وذلك اعتراضا ومطالبة بالاستثناء من ما أقره وزير النفط اعتماد الاستمارة الإلكترونية كآلية لاختيار وتعيين الاختصاصات الهندسية بصفة أجير يومي. يعني منذ 7 أيام اعترضوا على هذه الآلية على اعتبار أنه منذ عامين هم يعتصمون أمام المنشآت النفطية في محافظة ذي قار، وهم من أطلقوا هذه المبادرة وطالبوا مجلس النواب وكذلك الحكومة العراقية ب يعني تعيينهم أو إيجاد عقود وأجور يومية.
باعتبار يعني انه هم من يعني ادخلوا هذه يعني الدرجات الى موازنه الدوله الاتحاديه، لذلك يطالبون مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب باستثنائهم من هذه الآلية المعتمدة وهي الاستمارة الإلكترونية في نعم. سبيل أنه شمول الأعداد المسجلة لديهم، وكذلك بالمقابل إيجاد لجان متخصصة نعم. يعني تقبل أو من عدم القبول هذه الأعداد اللي ما يقارب 1000 متقدم، لكنه بالمقابل الحكومة المحلية وكذلك الحكومة المركزية نعم. تقول بأنه إذا ما تم قبول هذه الأعداد ما هو الضامن لمطالبة المزيد من الآلاف الخريجين من غير هذه الضوابط؟ علي نعم. كيف تعاملت القوات الأمنية مع هذه التظاهرة وهذا التصعيد، وأيضا هل هناك أي استجابة من قبل الحكومة المحلية للمتظاهرين، خصوصا وأن التظاهرة على أعتاب باب مبنى الديوان؟ هل خرج لهم أحد؟ تفضل. يعني بعد الأحداث نعم بعد أحداث الصباح التي قام بها المعتصمين من الخريجين وإحراق الإطارات، وحصل احتكاك بسيط بأنه هذا الشارع يمثل شارع استراتيجي ويحتاجه أبناء عموم المحافظة، وكذلك يمثل طريق للذهاب إلى الطريق السريع الرابط ما بين المحافظة وبغداد، لذلك حصل احتكاك بسيط نعم. لم يستمر يعني دقائق معدودة، تفهم أبناء الجيش المتواجدين أمام مبنى ديوان المحافظة وسمحوا لهم بإغلاق مبنى الديوان حتى اللحظة، ولم تكن هناك حتى اللحظة أي حوادث تذكر، لربما يعني ساعات العصر يتجدد هذا التصعيد من قبل المحتجين. أما ما يعني قامت به الحكومة المحلية هو رفع هذه الطلبات سواء الحكومة المحلية أو ممثلي أبناء المحافظة في مجلس النواب نعم. تعهدوا برفع هذه الطلبات واستثناء هذه المئات من شكراً. الخريجية المعاهد التقنية وكليات الهندسة وإدارة الاقتصاد. شكرا علي حسن مراسلنا من ذي قار. مفوضية الانتخابات تقبل طعون عدد من المرشحين المستبعدين، ونحو 100 مرشح يقدمون طلبات للانسحاب من السباق الانتخابي. استقرار أسعار النفط ومصرف الرافدين يقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع المالية. في ملف الانتخابات، ومع استمرار الاستعدادات اللوجستية الخاصة بيوم الاقتراع، كشفت المفوضية عن قبول عدد من الطعون المقدمة لها من قبل بعض المرشحين المستبعدين لمخالفتهم شروط الانتخابات، في وقت قدم نحو 100 مرشح طلبات للانسحاب من السباق الانتخابي. بعد استبعاد نحو 245 مرشحا من الانتخابات النيابية المبكرة لمخالفتهم شروط الترشح وفق قانون الانتخابات، كشفت المفوضية عن قبول الطعون المقدمة من قبل عدد منهم للدوائر الرقابية والمؤسسات التي طلبت استبعادهم، في وقت وصل عدد المنسحبين من السباق الانتخابي أكثر من 100 مرشح ينتظرون القرار النهائي لمجلس المفوضين للبت في طلباتهم. تناهى إلى أسماعنا أنه قسم من المرشحين مقبولة طعونهم، ولا نعرف العدد لأن هذا الأمر يكون بقرار مجلس المفوضين. مجموعة طلبات تصل إلى تقريبا 100 طلب أو يزيد أو ينقص، ولحد الآن لم يحدد العدد النهائي، كون أن هذا الأمر أيضا خاضع لقرار من مجلس المفوضين، ولهذا الطلبات موجودة وسترفع مجتمعة إلى مجلس المفوضين وسيصدر فيها قرار في حينه. واستكملت مفوضية الانتخابات كافة استعداداتها لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، حيث من المقرر إجراء المحاكاة التجريبية للانتخابات في مطلع شهر تموز المقبل في عدد من المراكز الانتخابية لضمان سرعة ودقة إعلان النتائج في يوم الاقتراع.
سيجري في مطلع تموز القادم إن شاء الله إجراء عملية محاكاة. هذه العملية ستتم للتأكد من دقة وسلامة الأجهزة والوسط الناقل، وكذلك ستتم باستخدام ورقة اقتراع مخصصة للمحاكاة بحضور الشركة المصنعة والشركة الفاحصة، وطبعا بحضور مكتب ممثل عن مكتب الأمم المتحدة. ويتوقف خيار الانسحاب من السباق الانتخابي على اتفاق المرشح وحزبه، ولا يمكن الاستجابة لهذا القرار دون موافقة الطرفين، وهو إجراء روتيني لن يؤثر على إجراء الانتخابات بموعدها وفق مفوضية الانتخابات. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. بعد تنسيق وتعاون بين مفوضية الانتخابات ووزارة الهجرة والمهجرين، أكدت المفوضية أن نحو 120 ألف نازح سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشرين المقبلة، فيما أوضحت وزارة الهجرة والمهجرين أن أعداد النازحين تتراوح بين 130 و 140 ألف عائلة بحسب البيانات الرسمية. 120 ألف ناخب من النازحين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة عبر البطاقة البيومترية فقط، بعد تحديث بياناتهم موقعيا من قبل فرق المفوضية بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين. تم تسيير فرق جوال لهذه المخيمات وتحديث وتسجيل بياناتهم التي بلغت 120,126 ناخب نازح في هذه المخيمات، حيث أن بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 يجب أن يكون تصويت النازحين بالبطاقة البيومترية حصرا. وبينما تتحدث بيانات وزارة الهجرة عن وجود أكثر من 140 ألف عائلة نازحة في المخيمات وخارجها، لكن المفوضية تعتمد بيانات الناخبين فقط دون الأعمار الأخرى، اختلاف وإن تباينت أعداده وأرقامه، إلا أن الجانبين يتحدثون عن أرقام تقريبية. عندما نعطي بيانات للمفوضية وهي تتابع بعد أشهر، بالتأكيد سيكون فارق العودة. هذا لا يعني أننا أخطأنا في المعلومات، ولا يعني هم قد أدعوا بالخطأ، هم صادقون في ادعائهم عندما ذهبوا للتدقيق بعد أشهر، ونحن صادقون عندما أعطينا المعلومات قبل أشهر. من واقع فعلي كنازحين يعني يتراوح عدد المتبقين من حدود 130 إلى 140 ألف عائلة، لحد الآن لم يعني يؤشروا العودة، وإنما انتقل أعمالهم ويعني بين المناطق النزوح والعودة مستمر، لكن تأشيرة رسميا لدينا لم يؤشر، لذلك نقول المتبقي هو بحدود 130 إلى 140 ألف عائلة. ومن أبرز التحديات التي تواجه المفوضية هو تحديد مراكز الاقتراع الخاصة بالنازحين خارج المخيمات في ظل الحركة السكانية المستمرة لهم، وانشطار العائلات في داخل المخيمات التي قد تبعد كثيرا عن مناطق سكناهم الأصلية. ومع وجود اختلاف وتباين في الأرقام والأعداد بين بيانات وزارة الهجرة ومفوضية الانتخابات بشأن النازحين، إلا أن أعدادهم تتقارب في سجلات الناخبين البيومترية بعد استبعاد الأعمار الصغيرة. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. مشاهدينا الكرام، في خبر عاجل وردنا قبل قليل، اللجنة المالية النيابية في البرلمان تستضيف الآن وزير المالية ومدير عام دائرة المحاسبة بشأن تطبيق فقرات موازنة العام الحالي وأتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية. نعيد عليكم هذا الخبر العاجل، اللجنة المالية النيابية تستضيف الآن وزير المالية ومدير عام دائرة المحاسبة بشأن تطبيق فقرات موازنة العام الحالي عام 2021 وأتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وهذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا مباشرة الزميل سجاد الموسوي مراسلنا. أهلا بك سجاد، ضعنا في صورة تضييف اللجنة المالية لوزير المالية والمدراء والمسؤولين في وزارة المالية حول هذا المواضيع، تفضل. مساء الخير مصطفى، تحية لك وللمشاهدين الكرام. طبعا يعني بشكل يعني دقيق، استضافت وزارة المالية
اللجنة المالية استضافت وزير المالية وكذلك مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية السيدة سحر وبعض الموظفين في الكادر المتقدم في الوزارة لبحث تفاصيل سرعة تنفيذ فقرة الموازنة. استضافة السيدة سحر على اعتبار أنها مدير عام دائرة المحاسبة المسؤولة عن صرف المستحقات المالية في الدوائر والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة. أيضا هناك لبحث موضوع أثبتة الجمارك والمنافذ الحدودية حسب توجيهات السيد رئيس الوزراء. أيضا هناك طعن مقدم من قبل الحكومة في 10 مواد وأعيقت تنفيذ هذه المواد بسبب الطعن المقدم من قبل الحكومة. طبعا أيضا هناك خبر عاجل ورد للعراقية تحديد الثالث عشر من الشهر المقبل، الثالث عشر من تموز، موعد أولي للنظر بالطعون المقدمة من قبل الحكومة. المحكمة الاتحادية حددت هذا الموعد للمرافعة الأولية بشأن هذه الطعون للبدء من صحتها أو من عدمه. الاستضافة يعني في وزارة في اللجنة المالية تعطي تسريع عملية تنفيذ ما يعني ما جاء في الموازنة في البنود الأخرى غير المطعون بها بسبب المخاطبات، كثرة المخاطبات التي كانت بين المحافظات والوزارات إلى وزارة المالية وصعوبة تنفيذها. لكن بعد نفاذ التعليمات، تعليمات الموازنة وكذلك التنسيق بين اللجنة المالية وزارة المالية والجهات داخل وزارة المالية من أجل دفع عجلة تسريع تنفيذ الموازنة قبل نهاية السنة المالية الحالية. شكرا على هذه المعلومات سجاد الموسوي، كنت معنا عبر الهاتف. وفي خطوة جديدة لتشجيع المواطنين على إيداغ أموالهم لدى فروغه، أعلن مصرف الرافدين زيادة نسبة الفائدة على الودائع المالية. المصرف في بيان له أوضح أن زيادة على الودائع لمدة 6 أشهر ارتفعت إلى 4.5%، كما ارتفعت نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5% من حجم الإيداع. كما أعلن المصرف في بيانه ذاته زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة 2 سنين لتصبح 6.5 من حجم الإيداع. ولا مشاهدينا الكرام، هذا انتقال